طبعا واحنا بنتكلم عن التغيرات المناخيه اللي خلاص احنا بنستعد وبتستعد شرم الشيخ لاستضافه مؤتمر المناخ. مستشفى شرم الشيخ الدولي حصل فيها اعمال تطوير كبيره جدا وتجديدات عشان تكون اول مستشفى خضراء في مصر، والتجديدات دي بتشمل الغرف والاجهزه وكل الادوات والمواد المستعمله داخل المستشفى. الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ أو كوب 27 في مدينة شرم الشيخ ما زالت مستمرة. طبعا الاستعدادات دي شملت قطاعات كتير جدا، وعلى رأس هذه القطاعات أكيد هو القطاع الصحي. إحنا هنا في مستشفى شرم الشيخ الدولي اللي بتتحول وبتستعد إن هي تتحول لتصبح أول صرح طبي صديق للبيئة. هذه المستشفى طبعا ليها مناحي كتيرة جدا وليها طبعا أقسام كتيرة جدا تم استحداثها، ولكن كمان التجديدات والتطويرات الخاصة بالدهانات والخاصة بكل الغرف الموجودة داخل المستشفى جاري تجديدها بمواد صديقة للبيئة وبتقلل من الانبعاثات الكربونية. هنروح دلوقتي في جولة داخل المستشفى عشان نعرف ايه اخر التطورات وصلت لحد فين عشان تقدر تتماشى مع فكرة التغيرات المناخية وفكرة كوب 27 اللي هنستضيفه في نوفمبر القادم. يلا بينا. التغييرات والتجديدات في مستشفى شرم الشيخ الدولي هدفها الأول هو التحول لمستشفى خضراء، سواء كانت التجديدات دي للغرف أو الأجهزة أو حتى الأدوات والمواد المستعملة داخل المستشفى، سواء كانت مستلزمات طبية أو غير طبية. من حوالي 6 شهور أو 7 شهور كده في الإعداد لتجهيز المستشفى إنها تبقى مستشفى صديقة للبيئة على كافة الأصعدة، سواء كان الطاقة النظيفة، عادة تدوير المية، التشجير، اهتمينا بالحاجات دي، بداية استعمالنا للمواد صديقة البيئة سواء كان في دهانات، كان في أساسات، في مفروشات. خلال الأسبوع ده هيتم تركيب محطة الطاقة الشمسية. يعني المستشفى حاليا الوقت بتوفر حوالي يمكن من 50-60% من استهلاك الطاقة عن طريق استعمال اللمبات صديقة للبيئة أمدتنا بها هيئة الرعاية الصحية. التطويرات كمان شملت كل الموارد زي الطاقة والمياه وإعادة استخدامها في الزراعة، ده بالإضافة لتجديد الغرف واستحداث غرف عمليات جديدة من غرف للطوارئ وغرفتين للغسيل الكلوي، وده غير إنها بطاقة استيعابية للعيادات الخارجية بتصل ل 21 عيادة. كان لازم إن احنا ناخد إجراءات كبيرة وإجراءات سريعة إن احنا يبقى المستشفى جاهزة وكاملة الاستعداد لاستقبال هذا المؤتمر بالحشود اللي هتكون موجودة من الوفود الأجنبية، وبالتالي بدأت المستشفى يتم الاستعداد ليها على أتم وجه من الاستعدادات. بدأنا أن احنا تبقى المستشفى صديقة للبيئة عن طريق التخلص من النفايات بطريقة آمنة، كل الكيماويات والمواد والأدوية لازم تكون بتتاخد ويتم التخلص منها بطريقة آمنة عشان تصبح المستشفى صديقة للبيئة وبالتالي تسمى مستشفى خضراء. مستشفى شرم الشيخ الدولي كانت حصلت على درجة الاعتماد القومي جهار المعتمد دوليا من منظمة الأسكوا بعد ما طبقت الخدمات الصحية فيها أحدث المعايير العالمية، وبتسعى دلوقتي للحصول على لقب مستشفى صديقة للبيئة.